منظمة برايل تحتفل بذكرى مولد النورين. لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وولادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، أقامت منظمة برايل لتأهيل المكفوفين وضعاف البصر صباح يوم السبت 16 تشرين الثاني 2019 ندوة ألقى فيها الأستاذ علاء أبو الرغيف محاضرة بعنوان مولد النورين الدروس والعبر. وأدار الندوة الأستاذ ضرغام الأسدي الذي بدأها بمقدمة موجزة عن أهمية الاحتفال بهذه الذكرى وأثرها في حياة المسلمين. وقد تناول السيد المحاضر الظروف التي رافقت مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والظروف التي رافقت ولادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام وأثر السيرتين المطهرتين في حياة المجتمع الإسلامي الذي بنى حضارة شمل نورها وشع ضياؤها في جميع أرجاء المعمورة. حضارة اتسمت بالعلم واتسمت بالعدالة والقوة والرخاء للبشرية. بفضل التمسك بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف والالتزام بقيمه ودعوته إلى الخير والفضيلة والعلم الذي يبني الحاضر والمستقبل، في حياة تحقق السعادة في الدنيا والآخرة، وفي نهاية الندوة فتح مدير الندوة الأستاذ ضرغام الأسدي باب المناقشة والأسئلة والتعقيب، ثم إجابة الأستاذ المحاضر الأستاذ علاء أبو الرغيف عن هذه الأسئلة والتعليق على المناقشات والتعقيبات، مما أثر الندوة وزادها غنى. وختمت الندوة بمثل ما افتتحت به بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتهاني والتبريكات بين الحاضرين.